السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد ملاح من ميكانيك الزوت. زي ما وعدناكم ان احنا هننزل مجموعة اعطال كاملة او مجموعة فيديوهات كاملة اسمها اتعرف على عربيتك، عن عربية سوزوكي فان. انا اول فيديو نزلته كان جزء من دائرة البنزين، والحمد لله صورنا الجزء الثاني تكملة لحلقة دائرة البنزين عشان تعرف جميع مشاكل دائرة البنزين. ومحتاج منكم اي حد عنده اي تعليق او اي استفسار بعد ما نزل الفيديو يكتبولي في تعليق على الفيديو، عشان خاطر لو في اي حاجة عايز توضح نعمل بها فيديو جديد. وبأمر الله عملنا فيديو لدائرة الكهرباء، وبأمر الله في فيديوهات جاية كتير ازاي تحل الريداتير، ازاي تحل الكابينة، كل جزء في العربية هنتكلم فيه باستفاضة كاملة في مجموعة حلقات. الفيديو مش هيزيد عن 3-4 دقايق عشان برضو تقدر تتفرج عليه. اشترك في القناة، تابع الفيديوهات، تابع مجموعة الحلقات، هتستفاد جدا. شكرا.